شاء الله هاد الندوة الصحفية اللي متعلقة بافتتاح الرسمي. مرحبا بالإخوة الإعلاميين، شكرا على تلبيتكم للدعوة، شكرا على الحضور. احنا جد فرحانين أننا نسمع لكم في هذا الفضاء، وفرحانين أننا نسمع الأسئلة ديالكم، وجد إن شاء الله مستعدين باش نجاوبوا بكل وضوح على جميع التساؤلات. أنا غادي ندير لهذا التليفيريك 50 درهم ولا 100 درهم ولا 80 ولا 600 ولا ما يمكنش. إذا كان الإنسان يقدر يدير بيع، يعني ماشي تاجر، كيعرف شي يبيع ويشري. علاش؟ لأن الثمن خصو دراسة كبيرة، كترتبط بواحد المجموعة من الأمور، كترتبط بالانفستيسمون لويمان، الامورتيسمون ديالو، كترتبط بلي شارج اللي عندك، كترتبط بالكاليتي ديال الخدمة اللي بغيتي تعطيها، كترتبط بالقدرة الشرائية ديال الناس، كترتبط بلا سيزوناليتي ديال البروجي. البروجي سيت ان بروجي توريستيك بحالو بحال كاع لي بروجي توريستيك، وكيعرف التذبذبات على حسب لي سيزون. وقت البرد كذا، وقت الصبح كذا، واحد النهار كاين الحجاج، سيمانه كاين الشتاء، ماغاديش يمكن لك تمارس نفس الثمن. هادشي كله، وكاين العائلات، كاين لي جروب، كاين لي توريست، كاين لي لوكو، كاين الناس اللي باغيين غير يطلعوا يدعيو على والديهم في القصبه ديال غازيرو فلا نهار الجمعه مثلا. هاد الامور كلها راه مدروسه في الثمن، ولكن حنا يطوندوني انه بدينا في لو موا دو جويي، بدينا في السيزون استيفال، لا سيزون ديال الصيف، درنا واحد الثمن وسط. حنا بغينا نديرو 90 درهم للاباء و 60 درهم للدراري، وقلنا باش ما تكون عندنا لا جيستيون فاسيل نديرو هذا على هذا 80 درهم نسميتو الناس كاملين. بالنسبة للناس ديال أكادير والناس منين غادي تفوت إن شاء الله لا سيزون، راه كنفكرو على أننا نديرو واحد التخفيض في واحد النهار ولا في يومين على حسب الطلب، العرض والطلب. الجمعة والاثنين غادي ننزلو الثمن 50 درهم ولا 60 درهم، غادي يروحو اللي بغا يطلع باش يزور القصبة ديال أكادير وفلا، وتكون على بورتي دو تول موند. وما يمكنش هذا الشيء عاوتاني، واخا عاوتاني نبداو هذا سميتو غادي نلونسيو هذا لوبسيون هادي ابارتير دو 15 سبتمبر، في 15 سبتمبر حتى لو 15 مارس، ولكن راه ماشي واحد منزل، غادي غير نجربو بها ونعاودو عاوتاني نشوفو كيفاش غادي تكون الامور. ليسونسيال لنا حنايا لو تيليفيريك بعد عنده اون كروند كاباسيتي دو ترونسبور، راه شفتو دابا تبارك الله شحال كاين القد ديال الناس، وفي نفس الوقت حنا كنا ما نديرو بالكامل فيت، ما عندنا ما نديرو بالكابين فيت. دونك حنا إلا جاب الله مثلا تنشوفو بلي العرض الطلب نقص، راه غادي نخفضو الثمن باش نعمرو.